بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبات الصلاة وسننها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمع الكريم، تحدثنا معك في الحلقة السابقة عن القسم الأول من أفعال الصلاة وأقوالها، وهو ما يسمى بأركان الصلاة، وعرفنا الأحكام المترتبة على ترك شيء منها. وفي هذه الحلقة سنتحدث معك إن شاء الله عن القسم الثاني من أقوال وأفعال الصلاة، وهو ما يسمى بالواجبات. فنقول اعلم أن واجبات الصلاة ثمانية. الأول، جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقالات من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. الثاني، التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. الثالث، التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الرابع، قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، هذا هو الواجب، وتسن الزيادة إلى أكثر من ذلك، إلى 3 وهو أدنى الكمال، وإلى 10 وهو أعلى الكمال. الخامس، قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة على ذلك إلى 3 وهو أدنى الكمال، أو إلى 10 وهو أعلى الكمال. السادس، قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى 3 وهو أدنى الكمال، وإلى 10 وهو أعلى الكمال. السابع، التشهد الأول، وهو أن يقول المصلي: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن، الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيها المستمع الكريم، من ترك واجبا من هذه الواجبات القولية أو الفعلية الثمانية، من ترك شيئا منها متعمدا بطلت صلاته، لأنه متلاعب فيها، ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو، لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين، سنة لا تبطل الصلاة بتركه. وسنن الصلاة نوعان. النوع الأول سنن الأقوال، وهي كثيرة، ومنها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة التطوع والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال أيضا قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قوله ربنا ولك الحمد، وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود، وكذلك ما زاد على الواحدة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، وقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير مما ورد في الكتاب والسنة.
والقسم الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع مفرجتي الأصابع، ومجافاة عضديه عن جنبيه في الركوع، ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، ومد ظهره في الركوع معتدلا، وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء التي يسجد عليها من موضع السجود، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه. أيها المستمع الكريم، وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه شأن سائر السنن. ومن هنا لا نرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة، حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة، كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته كما وردت به السنة، وكذلك تشددهم في شأن السترة، حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة، وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود حتى يصبح كالقوس على الأرض. وكل هذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو الممقوت، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمواصلة الحديث عن بيان صفة الصلاة، والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.